الأستاذ صلاح سالم الحقيقة تحدث في هذه المقالة كثيرا عن قيمة الأهلي وكرامة الأهلي وشموخ الأهلي وعظمة الأهلي، عظمة المقال وعظمة الجائزة. نهنئ الأستاذ، يدعونا إلى تهنئة الأستاذ صلاح سالم. أستاذ صلاح أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك وتحياتي وتحيات الأستاذ حامد عز الدين. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. ربنا أستاذ صلاح خليني أبارك لك الأول على جائزة الدولة في التفوق. الحقيقة ربما كنت تستحق التقديرية كمان، مش جائزة التفوق بس، إن شاء الله جاية بإذن الله حاجزينها له. ربنا يخليك أستاذ إبراهيم، ربنا يبارك فيك ويخليك، وتحياتي للأستاذ حامد عز الدين ضيفك العزيز وصديقي. هو من المنحازين ليك بعنف، يعني هو دايما يقدر كل هذه القامات الحقيقة. ربنا يخليك ويخليك، سعيد بيكم وجماهيركم. أنا بعتقد إن إحنا عايزين نسمع من الأستاذ صلاح هذا الربط الرائع بين الأهلي ومصر والأهرام المؤسسة، أنا بضيف لها وأهرامات الجيزة. لأنه الكابتن الخطيب وصف النادي الأهلي بأنه تحول إلى أن يكون على الأقل لدى جماهيره الملايينية الهرم الرابع في مصر، وهو وصف يستحقه بالتأكيد النادي الأهلي. حضرتك تعلم بالتاريخ المحض أن نادي الأهلي كمؤسسة عمره الآن أطول من عمر ثلاث أرباع دول العالم الممثلين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا بالتاريخ المحض. أما عن القيمة، هو تاريخ حافل في الانتصارات في تقريبا كل مجالات الرياضية. هو مؤسسة لا تمتلك فقط العراقة بل تمتلك الفعالية، وهو بيمتلك الفعالية بفعل طبيعة التكوين وطبيعة النشأ، لأنه المؤسسات في معادلة حياتية اسمها معادلة العراقة بالحداثة. في كيانات كل ما بتكبر وتقدم بتشيخ وبتهرم، ودي سمة للأسف كل مؤسسات عديدة في مصر كانت عريقة وأدت دور فعال في لحظة تاريخية، لكن بفعل تقادم مرور الأيام وتقادم الأزمنة وتغيرات العصور وتحولات الأوضاع واستياقات فعل كثير من الاستبداد كثير من الفساد بتفقد بريقها وبتفقد قدرة على لعب أدوار. عبقرية الأهلي أنه حقق نقطة توازن في معادلة العراقة والحداثة. هو كيان عريق بكل ذلك، عمره أطول من عمر كثير من الدول في الإقليم وفي العالم، لكنه هو أيضا كيان حديث لأنه امتلك معنى الحرية وقيمة الديمقراطية اللي خلت كل عصر مش عبء على العصر اللي قبل بل إضافة إلى العصر اللي بعده. النادي الأهلي بيديره مجلس إدارة، أعقب مجلس إدارة آخر، كل هذه المجالس جت وراحت وذهبت وآتت وأقامت وأنشأت وانتصرت وأحيانا انهزمت ثم رحلت وتجددت بفعل إدارة الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي أنا شخصيا أسعد أن أكون واحد من أبنائها اللي شاركوا في عدة مناسبات في اختيار رؤساء مجالس إدارات، ساعدت بإنجاز بعض، ألمت أو تألمت بخسارات البعض، ولكن في كل الأحوال إزاء مؤسسة عريقة جدا قادرة على أن تتجدد من داخلها وأن تنجز الكثير وتضيف إلى كل ما أضافه مجالس الإدارات الأخرى. أستاذ صلاح، أنت أشرت في مقالة سابقة ليك عن قيمة روح الفانيلا الحمراء وإزاي هي تمثل إرادة النصر التي تحتاجها ربما كل الشعوب الراغبة في البناء. إزاي تقدر تشير لهذه القيمة في هذا الظرف الرياضي اللي الأهلي بيمر بيه؟ أعتقد أنه أنا مرة كتبت مقالة قلت فيها أنه في ألعاب تعتمد على الإرادة، في ألعاب أخرى بتعتمد على الزمن، يعني في تنافس رياضي في بعض الألعاب محكومة بزمن معين، نص ساعة ساعة والشوط بيخلص. لما بتتعثر في البدايات يبقى عندك حدود للنهايات، ما تقدرش ترجع كتير.
لكن في العاب بتبقى معتمده على الاراده زي لعبه التنس او السكواش اللي هي بالنقطه. ممكن لاعب عنده الاراده والرغبه والقدره يتوقف يبقى هيخسر الماتش والمجموعه والجيم على ويتبقى له نقطه واحده، لكن يقدر يرجع ويكسب الشوط ويكسب المجموعه ويكسب اللقاء، لان هي اللعبه هنا مش لعبه زمن ينتهي، هي لعبه اراده. اذا سلم انها انه انكسر انه هزم ينتهي اللقاء، لكنه اذا لم يسلم انه هزم تبقى الشعله حيه ويستطيع ان يستعيد نفسه ويقهر الاخر. عبقريه الاهلي انه قدر يحول نفسه، يحول لعبه الزمن في كره القدم اللي هي بالاساس لعبه زمن، ان هو يحولها لعبه اراده. فبقتش ال 90 دقيقه بالنسبه له هي المجال. ممكن الدقيقه ال 91 والدقيقه ال 92 والدقيقه ال 93 والدقيقه ال 94 زي جون ابو تريكه الشهير. لما بتحول لعبه الزمن الى لعبه اراده بتبقى الهزيمه، الشعور بالهزيمه او الشعور والرغبه في الانتصار وليده ارادتك الذاتيه، الزمن هنا ما بيبقالوش قيمه كبيره. صحيح. عشان كده احيانا البعض بيفسر ليه الاهلي بيكسب في الوقت الضايع، والبعض بخيفه شديده بيقول انه في الاخر الحكام بيتجاملوا، او انه دايما الاهلي محظوظ فدايما بيصادفه التوفيق في اللحظات الاخيره، واللي مش قادرين يفهموا او يستوعبوا او يدركوا ان هم وبينتصر في اللحظات الاخيره، لان اللحظات الاخيره هي عمر الاراده. الاراده غالبا تبدا لا تمثل عامل حاسم في البدايات، لانه في البدايات الكل يكون جاهز، الكل يكون مستعد. لكن طول الاستعداد على طول الوقت وفي لحظات النهايات يبدو الطرف الاكثر جاهزيه والاكثر استعدادا هو الطرف المريد والقادر على ان يقلب الكفه لصالحه، وهذا غالبا ما يحدث في النادي الاهلي. انا طبعا بعد التوضيح الجميل للدكتور صلاح، انا اعتقد انه كلمه فوز وهزيمه ما بتنطبقش مع الاهلي. الاهلي قد يخسر لكنه ابدا لا ينهزم. لانه كلمه هزيمه تعني الانكسار، والاهلي ابدا لا يعرف شيئا اسمه الانكسار. الأهلي لا يعرف اليأس، اليأس ليس أهلويا، ده قاموس النادي الأهلي، وده اللي هيفضل بيه النادي الأهلي دايما فوق فوق فوق، نسر عالي بيحلق في الأجواء بأساس اتبنى على مدى سنوات طوال، رغم أنها 111 أنا شايفها أكثر بكتير من 111 ألف سنة. إن شاء الله يا أستاذ صلاح مزيد من التفوق ومزيد من الإبداع، ومستمتعين دايما وأبدا بمقالاتك الحقيقة اللي بتثري بيها حتى فهمنا للرياضة. يمكن الإعلام الرياضي قاصر عن التعبير عن قيمة ما يتخصص فيه، فدايما وأبدا بنشتاق إلى مثل هذه الرؤى الحقيقة. الحقيقة إن شاء الله الأهلي ككيان يزداد عراقة ويزداد تجددا ويزداد انتصارا، ونفرح كلنا بيه بكرة إن شاء الله، ونسعد ونهنئ الجماهير، وأنا شخصيا متفائل وأهنئ الجماهير من الآن بفوز كبير غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وألف مبروك للجائزة، وموفق دايما وأبدا. شكرا جزيلا.